اهلا بيكم متابعين قناة منزلي، اتمنى تكونوا بألف خير. في فيديو النهاردة هنشوف مع بعض مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة اللي مفيش اي ست بيت تقدر تستغنى عنها، وكمان هشارككم ببعض الخطوات اللي تخليكم ان انتوا تنجزوا الاعمال المنزلية بتاعتكم في وقت قليل وبجهد اقل. طبعا في عندنا كل يوم مهام منزلية مش بتخلص، وبيبقى عندنا حاجات كتير قوي محتاجين ان احنا نعملها. قلتلكم قبل كده عن قاعدة ال10 دقايق، هي ان انت تشوفي اي حاجة عندك في البيت بتاخد تقريبا 10 دقايق، وان انت تبدأي تعمليها. مثلا البوتاجاز هياخد منك في تنظيفه 10 دقايق، تعمليها على طول. تنظيف الاحواض 10 دقايق، وهكذا. هتلاقي نفسك كلمة 10 دقايق لما تفضلي تقوليها لنفسك هتلاقي انك بتقدمي على الحاجة وتعمليها على طول، وفي نفس الوقت مش بتاخد منك مجهود كبير، ومش هتحسي ان انت عندك متطلبات كتير قوي وراكي. هتحس ان انت خلصتي وانجزتي حاجات كتير قوي بقاعدة ال10 دقايق. ومعانا كمان قاعدة تانية حابة برضو ان انا اشارككم بيها النهاردة، وهي ان انت التنظيف العميق لغرفة واحدة بس في المنزل كل اسبوع على الاقل. هي ان انت تخصصي يوم في الاسبوع تنظفي فيه تنظيف عميق لغرفة واحدة بس، وبكده بقى هتلاقي دايما عندك البيت نظيف ومترتب. طبعا الادوات المنزلية اللي انا بشارككم بيها هي ادوات بتسهل علينا التنظيف والتنظيم والترتيب. بوريكم ادوات كتير بتنظم، بتقدر ان انت تنظمي من خلالها المطبخ او الحمام، او تقدر تنظمي من خلالها الدواليب. والمنظمات دي طبعا من اكتر الحاجات اللي بتخلي الدنيا مترتبة وشكلها سهل، وتقدر ان انت توصلي لكل حاجتك بسهولة. بالاضافة كمان ان انا بوريكم بعض الاجهزة الكهربائية اللي تقدر ان انت تستخدميها في المطبخ، وهي بصراحة بتكون عملية جدا. اي جهاز كهربائي دايما بيوفر معانا في الوقت وفي الجهد، فدايما استثمري في نفسك، وان انت دايما تحاولي انك تجيبي الحاجات الضرورية اللي انت شايفة ان انت محتاجاها، اللي هتوفر عليكي حاجة. مثلا بدل ما تعمليها بايدك، لا، جهاز كهربائي هيعملها عنك في وقت قليل جدا، وكمان بدون اي مجهود منك. وكمان برضو في بعض الادوات المنزلية اللي انا بوريها لكم مش شرط ان هي تكون جهاز كهربائي، ممكن تكون عادي حاجات يدوية. بس الحاجات اليدوية دي برضو بتسهل عليكي حاجات كتير قوي، من ان انت ممكن تختصري فيها خطوات كتير. فهنتفرج مع بعض دلوقتي على الادوات المنزلية اللي انا بوريها لكم، ان شاء الله تعجبكم. لو كنت اول مرة تشوفي القناة بتاعتي، اتمنى ان انت تشجعيني وتشجعي القناة بان انت تنزلي تدوسي على زر الاعجاب للفيديو. كمان لو نسيتي ان انت تشتركي في القناة تشتركي وتدوسي على زر الاشتراك. بينزل عندنا فيديوهات يومية عن الادوات المنزلية والحيل والافكار اللي دايما هتساعدك وتخليكي عايزة تنظمي البيت بتاعك باسرع وقت. وكمان هقول لكم في اخر الفيديو ازاي تقدروا ان انت تحصلوا على المنتجات المنزلية اللي احنا بنقدمها دي، فكملوا معايا الفيديو للاخر. ومعانا كمان قطاعة الخضروات دي، القطاعة دي بتكون عملية جدا وبيكون جاي معاها اكتر من شكل، وقطعة كمان تانية تقدر ان انت تتحكمي فيها في مسكتك لنوع الخضار عشان ما تجرحيش ايديكي. ومعانا منظم الاحذية، المنظم ده بيكون عملي جدا، تقدري من خلاله ان انت تنظمي الجزامة بتاعتك، وكمان بتحطي كل شوز منهم على منظم منهم واحد. طبعا ده بيوفر لك مساحة كبيرة جدا جدا في الجزامة، وكمان بيكون الشكل منظم اكتر. وده منظم دوار، المنظم ده بيكون عملي جدا جدا في الصوصات او الزيوت بتاعتك، تقدري ان انت تحطيه جنبك على المطبخ، هيسهل عليكي جدا ان انت تاخدي اي منتج منهم انت بتكوني محتاجاه على طول. وده منظم حلو جدا وبيكون عملي، تقدري ان انت تركبيه على الحنفية تنظمي عليه الليف او اي قطعة انت بتكوني بتستخدميها للحوض. طبعا بيساعدهم ان هم يجفوا من غير ما يسببوا اي بكتيريا او روايح مش مستحبة. وده منظم بيكون جميل جدا، ميزة المنظم ده ان هو بيتركب عن طريق الضغط، تقدري ان انت تستخدميه عند الحوض، في الحمام، في المطبخ، في اي مكان، طبعا على حسب احتياجك. وده قالب ايس كريم من خامة السيليكون، القالب ده تقدري تعملي منه مثلجات باشكال كتير جدا، وكمان مش بياخد اي مساحة في التلاجة خالص. الحاجات دي الاطفال بيحبوها قوي، تقدري ان انت تعملي لهم بيها حاجات صحية كتير.
ومعانا كمان الخلاط ده حجمه بيكون صغير زي ما انتوا شايفين، يعني بيناسب اكتر تقريبا العصاير اللي ممكن تعملي منها كوباية او اتنين بالكتير قوي. شكله بيكون ظريف وتقدري ان انتي كمان تاخديه معاكي بسهولة لو مسافرة في اي مكان. ودي فرشة للتنظيف، الفرشة دي بتكون شعرها حاد شوية تقدري ان انتي تنضفي بيها الزوايا الصعب الوصول ليها. معانا كمان دي قطعة من الفويل تقدري ان انتي تحطيها حوالين عين البوتاجاز عشان تحافظي على البوتاجاز يفضل نظيف. ومعانا كمان ده كفر للصابونة، الكفر ده بيكون عملي جدا خصوصا لو هتاخديه معاكي وانتي برا البيت تحطي فيه الصابونة بتاعتك، بحيث ان انتي تقدري تستخدميها من غير ما تبهدلك اي حاجة تانية انتي شايلة معاها في الشنطة. وده ستيكر خامته بتكون ووتر بروف، تقدري ان انتي تستخدميه في الاماكن اللي مش عايزة المية توصلها، وكمان ممكن تستخدميه في المطبخ او في التويليت. معانا كمان الموزع ده، الموزع ده بتقدري ان انتي تمليه بالمعقم او بالمطهر بتاعك وتحطيه جوه السيفون، وده طبعا بينضف لك دايما التويليت بتاعك وبيحافظ عليه ان هو يكون نظيف. زي ما انتوا شايفين الفكرة بتاعته حلوة جدا وبيكون عملي. ومعانا كمان الصبانة دي، الصبانة دي تقدري ان انتي تحطي عليها اكتر من صابونة وتتخلصي من كل الكركبة اللي عندك على الحوض، وكمان بتتميز بان انتي تقدري تحركيها يمين او شمال على حسب الاتجاه اللي انتي عاوزاه. ومعانا كمان الكوباية دي خامتها بتكون من الاكليريك، تقدري ان انتي تحطي فيها الفرشة بتاعتك وممكن كمان المعجون، وبيكون فيها مكان يخلصك من المياه الزيادة. ومعانا كمان الكفر ده هو بيتلزق بدبل فيس، طبعا بيحافظ على ان ما يوصلش ميه للكهرباء، وكمان بتقدري ان انتي تستخدميه بكل سهوله. ودي مساحه صغيره، المساحه دي تقدري ان انتي تنضفي بيها الاسطح زي مثلا الترابيزات او في المطبخ او البوتاجاز، المساحه دي بتخلصك من كل الميه الزياده اللي بتكون موجوده على السطح عندك، وكمان بتكون سهل ان انتي تشيليها وتخزنيها. وده منظم بيكون صغير وبيكون عملي جدا، المنظم ده تقدري ان انتي تحطيه في شنطة ايديكي مثلا، ممكن تحطي فيه اي حاجات صغيرة زي مثلا شواحن او الهاند فري او اي حاجة عندك بتكون مهمة وعايزة توصل لها بسرعة. طبعا دايما بنحتاج للمصفى في المطبخ، المصفى دي بتكون عملية لان ليها ايد ان انتي تمسكيها منها، وكمان بتقدري ان انتي تغسلي فيها اي حاجة من الاكل عندك في المطبخ وتصفيها بكل سهولة. ومعانا ده منظم تقدري ان انتي تحطي فيه كل الاكياس البلاستيك الزيادة عندك في البيت، طبعا الاكياس بتعمل كركبة جامدة قوي، المنظم ده هيلملك كل الاكياس وتقدري ان انتي تستخدميهم تاني بسهولة. ومعانا حامل باكت المناديل، زي ما انتوا شايفين هو بيكون من خامة الاكليريك، شكله بيكون شيك جدا، طبعا طريقة لزقه بتكون سهلة لانه بيتلزق بدبل فيس على الحيطة، يعني ممكن تلزقيه مثلا في التويلت او في المطبخ او في اي مكان تاني انت عايزاه. المناديل طبعا ما بقاش فيه غنى عنها في البيوت دلوقتي، فتقدري ان انت تلزقيه في كل الاماكن اللي انت محتاجاها. ومعانا كمان الدواسة دي، الدواسة دي طبعا بتحل مشكلة كبيرة بتقابلنا كلنا جدا في البيوت، وهي قدام التويلت بيكون دايما في مية، الدواسة دي بتمتص المية الزيادة وكمان بتكون ثابتة جدا على الارض مش بتتحرك. هتكلم معاكم عن ازاي تقدري تحصلي على المنتجات والادوات المنزلية الرائعة دي، طبعا ده بيختلف على حسب البلد اللي انت بتكوني موجودة فيها. في عندك اكتر من اوبشن، مثلا في عندنا موقع زي موقع علي اكسبريس، موقع علي بابا، المواقع دي مواقع صينية وبيكون موجود فيها المنتجات المنزلية دي كلها، وكمان بيكون موجود عند اكتر من بائع، وكل بائع بيكون ليه سعر مختلف عن البائع التاني. فلو انت في بلد متاح لك ان انت تشتري من خلال المواقع دي وانها توصل للبلد بتاعتك بدون ما تدفعي جمارك زيادة، طبعا تقدري ان انت تعملي ده. ولو حابين ان انا اساعدكم من خلال اي منتج انت محتاجاه، تقدري ان انت تقولي لي هو في الدقيقة الكام في الفيديو، وانا هجيب لك اللينك بتاعه من خلال الموقعين دول. وكمان في عندك موقع زي موقع امازون، طبعا موقع امازون معروف وموجود في اكتر من بلد، برضو من خلاله تقدري ان انت تشتري الادوات المنزلية دي. وبالنسبة بقى ان في بعض البلدان بيكون موجود فيها جمارك، فموضوع الجمارك ده طبعا بيخليك ان انت لو هتشتري اي حاجة من موقع برا مصر، الحاجة لما هتيجي توصلك انت هتدفعي بالسعر اللي موجود قدامك على الموقع، بس لما الحاجة تجيلك هنا عند الجمارك، الجمارك بيقيموا قيمة المنتج، وطبعا سعر المنتج بتلاقي ان هو بقى سعره غالي جدا. طيب البدائل بتاعتك ايه؟ البدائل ان انت تدوري على المستوردين او على البائعين اللي بيقدروا ان هم يجيبوا كميات من المنتجات دي وبيبيعوها هنا طبعا بسعر اقل. وهرشح لكم بعض الطرق اللي تقدروا ان انتوا تجيبوا منها المنتجات دي،
زي مثلا عندنا في مصر بيكون صعب جدا ان انت تقدري تطلبي المنتجات دي من بره مصر، وان انت تجيبي المنتجات اللي انت عاوزاها، لان هتدفع عليها جمارك كتير زي ما بلغتكم. فالحل هنا ان احنا هنشوف مثلا مكان زي النزهة الجديدة، دي بيكون فيها مستوردين كتير جدا بيجيبوا الادوات المنزلية الحديثة اللي احنا بنشوفها كلها على النت، بتكون موجودة هناك في النزهة الجديدة. محلات هناك بتكون كتير جدا، تقدري ان انت تروحي بنفسك وتختاري المنتجات اللي انت عاوزاها، او تقدري ان انت تدوري على اسامي المحلات وتاخدي الارقام بتاعتهم وتطلبي الاوردر اللي انت عاوزاه وبيوصلك لحد باب البيت. وكمان في عندنا اوبشن تاني، ان بعض المنتجات دي بتكون موجودة على امازون مصر برضو، ده من خلالها تقدري ان انت تطلبي الاوردر على طول يوصلك لحد البيت. وطبعا امازون موقع معروف وموثوق، يعني لو المنتج فيه اي مشكلة او ما عجبكيش تقدري ان انت ترجعه لهم تاني وبتستردي الاموال بتاعتك مرة تانية. وكمان بيكون في بعض الجروبات وبعض الصفحات اللي بيبيعوا الادوات المنزلية دي، برضو بتكون باسعار كويسة. طبعا الاسعار بتاعت التجار والصفحات طبعا الاسعار بتاعتهم بتكون اقل بكتير قوي لو انت فكرتي ان انت تستوردي لنفسك المنتجات دي، لان انت هتدفعي وقتها جمارك وشحن مبالغ كبيرة جدا. فتقدري من خلال الصفحات او الجروبات دي ان انت تقدري تطلبي من خلالهم المنتج اللي انت عاوزاه، ولو كان موجود عندهم هيبلغوكي بالتفاصيل بتاعته، ولو مش موجود ممكن تسأليهم هل يقدروا ان هم يوفروا لك المنتج ده ولا لا. وطبعا احب اكد عليكم ان انتوا الصفحة اللي انتوا هتفكروا تشتروا منها ياريت تكون صفحة موثوقة او عليها ريفيوز كويسة من عملاء تانيين قرروا ان هم يشتروا منهم ولقوا ان التجربة بتاعتهم كويسة، لان في بعض الخامات ساعات بتكون عند بعض الناس بتكون خامات المنتجات نفسها مش كويسة، فبالتالي المنتج بتلاقي ان هو مش صالح للاستخدام اصلا. فارجو ان انت تتحري الدقه من المكان اللي انت هتشتري منه، سواء كان من محل. طبعا انت لو رحتي المحلات بنفسك هتشوفي تقدري ان انت تشوفي المنتجات وتقدري ان انت تقيمي المنتج ده جودته كويسه ولا لا، وتقدري ان انت كمان من خلال الصفحات برضو ان انت تتفقي معاهم انا حابه ان انا اشوف المنتج قبل ما استلمه، قبل ما ادفع لو كان عجبني هدفع المصاريف بتاعته، او ان انت ترفضي الشحن لو الخامه بتاعته ما عجبتكيش وتدفعي مصاريف الشحن بس. اتمنى لو وصلت معايا للجزء ده من الفيديو ان انت تكوني اشتركت معايا في القناة، ولو عجبك الفيديو بتاعي تدوسي على زر اللايك وتستني معايا كل فيديوهات جديدة ان شاء الله. بننزل فيديوهات يومية عن الادوات المنزلية الحديثة اللي بتهم كل ست بيت فانها بتنظم وبترتب البيت بتاعها. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد من الادوات المنزلية. مع الف سلامة.